بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. خبرنا النهارده عن النجم اللاعب لؤي وائل. لؤي وائل ولد في 4 يونيو 1992 وعمره يبلغ 30 سنه في الاسكندريه، طول 1.83 متر، مركز اللاعب مدافع وجنسيته مصري، ولد بالاسكندريه ولعب في النادي الحالي الجونه برقم 5، ومسيرته الشبابيه في 2008 مع النادي الاهلي، ومسيرته الاحترافيه في 2013 2014 مع نادي تورن هاوت، و2014 في ليرس، و2014 2015 مع النادي الأهلي، و2015 مع نادي الإنتاج الحربي. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى إن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار اللاعبين العالميين والمحليين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.